السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم فيديو جديد النهاردة في معلومتي تكنولوجية. النهاردة هناخد ازاي ان احنا نعمل نقل الملفات، اي كورس مثلا او اي ملفات من موقع ميجا لجوجل درايف عن طريق حاجة اسمها جوجل كولاب. وده لينك انا هوفره لكم هسيبه لكم، بس لما تاخدوا اللينك لازم تعملوا لازم تعملوا الخطوات اللي انا هقول لكم عليها دي علشان تقدروا ان انتوا يعني ايه تنقلوا بطريقة صح، لان في ناس شرح الطريقة بطريقة غلط. واهم حاجة ان انت تعرف اصلا جوجل كولابس على الجوجل درايف بتاعك وان انت تظبط الدنيا صح. اول حاجة بندخل على ران تايم ونعمل change ران تايم تايب ونتأكد ان هو على وضع الجي بي يو ونعمل سيف. بعد كده اللينك ده اسمه transfer file from mega to google drive IBYNB، وهسيب لكم اللينك بتاعه description. بننزل بقى على الجزء الخاص بالماونت درايف جوجل درايف وبنبدأ ندخل على الجزء ده، بندوس على البلاي ونقول له run anyway. هيفضل يعمل، هيقول لك ان انت محتاج رام عالية، قول له اوكي. مهما كانت حتى جهازك رامته عالية برضه هيديك نفس الرسالة. بعد كده هنصبر عليه شوية لانه هو هيطلب منك ان انت تعمل authorize مع جوجل درايف. يلا هيقول لك دي الرسالة اللي بعد كده، وبص بيبدأ يقرأ رماته الجوجل درايف نفسه، فبيقول لك اعمل كونكت. وهنا هعمل كونكت بجوجل درايف بتاع الايميل ده، يعني انت تكون اصلا مسجل بايميل الجيميل بتاعك اللي انت عايز ترفع عليه او ترمي عليه الكورس او الفايلز اللي انت عايزها. مبدئيا لو دي اول مرة تشوف فيها قناة معلومتي تكنولوجية، تقدر تشترك معنا لو حبيت وتضغط على زرار سبسكرايب الاحمر وتفعل الجرس علشان يصلك جديد الفيديوهات، وبنستنى عليه لما يعمل ماونت، يعني يقرأ الجزء الخاص بجوجل درايف. خلاص هو عمل لك علامة الصح، دي معناها ان ايه، هو دلوقتي عمل ماونت وخلاص قرأ الدرايفر. طيب هنا الجزء بتاع ميجا ده لما يكون عندك اكاونت برو، لو عندك اكاونت برو بتحط اليوزر والباسورد بتاعك هنا. طيب انا ما عنديش اكاونت برو وهاخد الداتا بتاعتي من فايل خارجي. اول حاجة بختار الميل بتاعي، بدخل على جوجل درايف بتاع الميل اللي انا عايزة اشتغل عليه، وممكن هكرييت الفايل اللي انا عايزاه نيو فولدر واسميه تيست واقوله كرييت. وبعد كده هرجع تاني على جوجل كولابس واجي هنا اديله المسار، يعني هو المسار بتاعي ماي درايف. هو لو انا سبته هيروح عامل ايه، نزل الفايلات كلها على ماي درايف دايركت من غير ايه ما يبقى في فولدر، لكن انا حددت له حط لي الملفات بتاعتي دي في ماي درايف باك سلاش ملف اسمه تيست. طيب ادخل بقى اخد اللينك اللي انا عايزاه ايا كان، سواء كورس كامل او فايل واحد او ايا كان اللي انا عايز اخده كوبي من ميجا، وهرجع تاني على جوجل كلابس واروح حاطة اللينك هنا وابدا اقول له ادوس على اللي هي رام كول دي، يعني اكلم بقى، يعني انت كلم موقع ميجا وايه وخليه يكلم جوجل درايف وانقل لي ملفات. وهنا بيبدا يعمل انستليشن للجزء الخاص بنقل الملفات نفسها. موضوع سهل وبسيط، بصوا يا جماعه هو كده بدا يدور على الروت، خلاص هو شايف الروت بتاع ميجا سيرفر كده خلاص بدا ينقل اهو. دي الطريقه الصح علشان ما حدش يرجع يقول يا جماعه انا مش عارف الطريقه الصح ومش عارف ايه ومش عايز ينفذ وبيديني ان هو عايز رامات عاليه، ملوش دعوه خالص برامات جهازك. ليه دعوة بحتة ان انت
عرفت جوجل درايف بطريقة صح على جوجل كلابس، يعني عملت الاثورايز بطريقة صح، وبعد كده بتقول له كونكت. هو لما بيتعرف على الجوجل درايف بتاعك بطريقة صح بيبدأ هو اصلا يعمل ران للايه للجوجل درايف، وهو كده بص عمال ينقل الملفات. لو احنا دخلنا على جوجل درايف ودخلنا على الفايل بتاع تيست، بصوا هو بينقل اهو الملف، بصوا ادي اول فايلين اتنقلوا. وبكده اكون عرفتكم الطريقة الصحيحة لنقل الملفات من ميجا لجوجل درايف. كان معاكم دي حتى من معلومتي تكنولوجيا، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.